نقطتين بدنا ننتبه عليهم لما بنكون عازمين ناس عنا بالبيت على الأكل. ما منقول تفضلوا على الطاولة، منقول تفضلوا على الغداء أم تفضلوا على العشاء. ولما منكون قاعدين إذا لاحظنا أنه نحنا أكلنا بسرعة ننتبه على الأشخاص شو موجود بعد بصحنهم، نخلي كم لقمة نحنا بصحننا لما يتلبكوا الأشخاص وما يعودوا يكفوا أكلهم.